هادو هما لي غارد كور اللي غيتثبتوا الفوق مشاهدينا الكرام، من نوع تيب ولي سيبور ديالهم راه هما. اذا لاحظوا مشاهدينا الكرام في العرض ديالها كيكونوا جوج ديال الاعمده وركائز اساسيه ضخمه عملاقه. تبارك الله. والفندوات كاين في كل جزء، كاين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية في كل جزء، وكل جزء راه تقريبا واحد 20 حتى 30، ما بين 20 حتى 30 متر. هذا الشكل دابا مشات علو كامل 460 متر، 460 متر كلها هذا الشكل. دابا هذا الشيء من التحت، غنشوفوا الكباري، لي كباري اللي كانوا خدامين بهم باش كانوا كيعمروا لنا هاد الاعمده هما هاد. اذا المشاهدين الكرام، لا زلنا معكم في اطوار بناء قنطره سوس على مسافه طول 460 متر، عمليه ضخ البيطون من مالاكسور الى اعلى كيخوهم في الاماكن الخاصه بها، البلايص لي روغار تي روغار صغار ديال عمليات شد الحبال ديال الهند، الحبال اللي كتقوم بعمليه شد الجسر والقنطره، لان الحبال تبارك الله اللي كتكون مزروعه فندوات هنا هي اللي كتقوم بعمليات شد القنطره احسن من البيطون، وكتدعم وكتقوي البيطون. هذه العمليه كيقوم بها فريق السنور. اذا هذه القنطره مشاهدينا الكرام، وحنا كنتواجدوا في الواد، في العمق ديال الواد. هنا غادي يكون الامطار، كثر الامطار راه النيفو ديال الماء غادي يطلع حتى الفوق، غيطلع هنا حتى الخمسة ديال الامطار النيفو. اذا هذا هو مركز الواد، واد سوس. كان هنا العلو ديالها تقريبا راه اكثر من 10 ديال الامطار هنايا عاليه. تبارك الله، مشينا الامور هنا صافي، هنا راه كلشي مشينين. الصلاه على النبي، شوف القنطره تبارك الله، اشغال الكبرى سالينا منها، بيطون سالينا منه هنايا. اذا بعد الرتوشات كاينه الفوق، ومن بعد ان شاء الله غدوز عمليه الاسفلت بدء من الاسبوع المقبل. فقط غادي تكون واحد التهيئه هنا في الجنابات، اذا بدينا كنقربوا نهايه القنطره. هنا النيفو غادي كيطلع شويه دابا، هنا علو ديال 3 ديال الامطار او 4، ما بين 3 حتى 4 5 ما بين لي شوفيطر و بيلي. فقط كاين هنا التهيئه جنبات القنطره، ها هما كيحفروا ليها الجناب ديالها. شوفوا هاد البلايص هادي كلها
كلها بالماء. هذا راه الماء كله كيهجم هنا. شوف شوف الماء هنا اش داير. شوف شوف اذا ها هي التهيئه هنا. السلام عليكم. شوف هنا حتى هي الجنب ديالها. حتى الماء هنا راه طلع يوصل دابا الماء هنا. يعني يكون هنا تبارك الله امطار امطار كثيرة وتكون شي حملة راه يجري الماء هنا. وحتى العشغر راه مازال متواصله. اي 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 مازال شق الطريق. هاكا تبنى طريق من ا حتى لزيد. شتو راهي. السلام عليكم عز. إذا هنا كيطلعو النيفو شحال ديال السلعة هنا جابو. شوف 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 شحال ديال المواد عمرو هنا يجيب ملاه رومبليو وحفرو. البوكلة راهي. البيسوا اتجاه اتجاه تيزنيت واقيلا ولا يتملون. هنا كيخوو وكيجيبو لا سيتيرن كتخوي لا سيتيرن ديال الماء. شوفو هنا كيبللو باش داكشي كيعض اللي تعجن كيتعلق كيولي بحال السيما. دابا غتجي هنا الشارجوز وغتقاد ليهم هادشي ولا تجي النيفلوز. النيفلوز هي اللي غادي تقاد هادشي هنايا. ها القنطرة غتبان لكم دابا مزيان تكون واضحة أكثر. اذا مشاهدينا الكرام هذه هي قنطرة واد سوس. اسم على مسمى على واد سوس اللي جاء من جبال سلسلة جبال الاطلس وغادا في اتجاه المحيط الاطلسي. قنطرة اللي غتحل لنا مجموعة كبيرة ديال المشاكل صراحة فكات الوحايد وغتربط ما بين مجموعة ديال النقاط والمراكز والجماعات ما بين الميناء وسوق الجملة وعيت ملول وعين زكان ودراركا وتكادير. يعني مشاكل كثيرة غادي تحل من ناحية النقل ومن ناحية التنقل أيضا
الساكنه على رجليهم، هذا الفيضان غادي يحل المشكل وغادي يخفف الضغط على القناطر الاخرى. منشاه فنيه في المستوى على طور او على وشك الانتهاء وقريبه تسالي الخدمه بحول الله. دابا حاليا لي كارد كور كيتركبوا كما غتشوفوا معايا. ومن بعد غيدوزو المرحلة ديال الإسفلت. من بعد ما غيكملوا هادو اللي هنا شفتوهم مشاهدينا الكرام، غادي يعمروهم بالبيطون، مزروعهم فيهم كابلات ديال الهند، ماشي فولات ديال الهند اللي كيمتصو وكيشدو البودرات عن طريق الشد. مشاهدينا الكرام كاين واحد لاباراي فريق مختص بهاد العملية، كيقوم بعملية شد القنطار. إذا نظرة شاملة خديناها مشاهدينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسوناش خوتي من لايك، شكرا الناس اللي كيشاهدونا من الأول حتى الأخر. إلى اللقاء يا أصدقائي.